في بيئة عدوانية وبحكم العوامل الطبيعية الصعبة. يسهر أعوان الغابات على حماية الثروة الغابية، حيث يتقاسم هؤلاء الأعوان مهمة مراقبة الغابات وحمايتها من الحرائق، كونها أكبر خطر يهدد الغطاء النباتي. ويعكف أعوان الغابات أثناء عمليات التدخل على إسعاف المواطنين القاطنين بمحاداة الغابات ومرافقتهم في مكافحة الحرائق. وفي مشهد بطولي، استطاع السيد شعبان ياسين مفتش الغابات ورئيس إقليم الغابات ببلدية قنواع دائرة القل ولاية سكيكدا أن يتدخل حسب ما يمليه عليه ضميره المهني لإنقاذ ضحيتين في حالة خطر، وهذا على إثر حريق شب داخل غابة بمنطقة أجنا الواقعة على بعد حوالي 27 كيلومتر من دائرة القل. في يوم 30 شهر جوان تلقيت اتصال من برج المراقبة لبلدية قنواع عن وجود حريق في منطقة أجنا، حيث كنت في عمل يومي روتيني بمنطقة قنواع. توجهنا رفقة العارف الغابات رغم الجمال لمنطقة الحريق، وعند وصول الحريق حيث قمت بأخذ احتياطاتي بتأمين الشاحنة وقمت باتجاه مباشرة لمنطقة الحريق. وجدت نساء يعيطوا كما يقولوا يصرخوا، اختي تحرقت. بعد وقت دلوني على المنفذ من وصلوا وصلوني لها، فقمت بإحضار سرير ووضع الضحية في السرير وقمنا بإخراجها فقط النسوة إلى الطريق. وحسب شهادة زملائه، فإن هذا الشاب تمكن في ظرف وجيز من إخماد النيران المشتعلة بعين المكان لتجنب امتدادها إلى المساكن المحايدة، فيما تم إنقاذ الضحيتين. البلاصه هذه كانت الجده والحفيداتين تاعها وحديهم، واحد ما على بالو شكون اللي معاهم. كان التدخل رئيس الاقليم شعبان ياسين وعون الغابات في المستوى، والهدف من التدخل انقاذ الضحيه واخماد الحريق، وكان تدخل شجاع لا مثيل له. قال لي انقذت هذه الطفله وخرجتها، فرحت به، قلت له تبارك الله، يعني اللي منعتيها تفرح والديها وفرح بك رب العالمين رغم الظروف الطبيعية اللي نعملوا فيها، خلتنا نحب الطبيعة ونحب الوطن بصفة عامة. يبقى أن نقول ألف تحية لهذا البطل الجزائري، فعمله الإنساني وضميره المهني هو من يصون ويحمي الثروة الغابية والبيئية في الجزائر.